مكملين مع حضراتكم مع تنس الطاولة. الحقيقة زي ما قلنا للموسم العاشر على التوالي الدوري العام، أكيد ده ما جاش من فراغ، وجيل بيسلم جيل، يعني مش العشر سنوات بس الحقيقة بنلعب بجيل واحد، لا احنا بنلعب بأجيال في العشر سنين، يمكن ابتدوا لعيبة صغيرين من عشر سنين اللي هم دلوقتي كبار، فده جيل بيسلم جيل. برحب طبعا بضيوف اللي نوروني في الاستوديو، طبعا ببتدي بالكابتن عمر بدير. أهلا بيك يا كابتن، نورتني وشرفتني. أهلا بحضرتك، ازيك؟ وألف مبروك. الله يبارك. ده لقائنا الثاني صح؟ الثالث صح، مظبوط. اهلا بيك، منورني ومشرفني. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. طبعا برحب بالكابتن محمد صبري، الحقيقه مدرب فريق 21 سنه. اهلا بيك بحضرتك كابتن هيثم، منورنا، ربنا يخليك. مجهود تشكروا عليك. الله يخليك كابتن هيثم، ربنا يخليك. طبعا برحب بنجم الفريق ونجم منتخب مصر كابتن علي غلاب. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا، منورنا. اهلا وسهلا، والف مبروك على بطوله افريقيا المنتخب وعلى الدوري العام. الله يبارك فيك. طبعا برحب بالدكتور محمد احسان مخطط الاحمال اللي عليه دور كبير جدا. اهلا بحضرتك المكسب الجميل ده. مرحبا دكتور. اهلا بسيادتك. اهلا وسهلا، تشرفوا بيكم، ربنا يخليك. في نورك. يمكن ابتدي مع عمر. عمر انت ما شاء الله مستواك بيزيد سنه بعد سنه، تاتش وود يعني، ربنا يحميك ويحميك من الاصابات. انت ليك قصه، كنت احبطت وبعد كده رجعت لعبت وخدت الموضوع بجد، كلمني عن السنه دي. هي السنه دي من اولها يعني كانت سنه صعبه، زي ما كابتن اشرف كان قال لحضرتك ان في اثنين لعيبه مميزين ما كانوش معانا السنه دي، فالموضوع كان بالنسبه لنا صعب. فاحنا كنا يعني كلعيبه بيننا وبين بعض، لا يعني احنا كلنا الفرقه كلها، مش اللي يعني اللي عارفين ان هم يلعبوا اول تانيين، كلنا مقتنعين ان احنا ان شاء الله لازم ناخد الدوري عشان نثبت نفسنا ان احنا صحيح يعني نقدر نعمل حاجه. فالموضوع كان صعب بتمارين، حتى كابتن محمد صبري وكابتن اشرف تعبوا معايا شويه اكيد في التمرين بس انتوا بينكم من بعض حاله حب حلوه بصراحه، يعني انتوا الاثنين في علاقه طيبه بين الجهاز الفني واللاعبين قوي، يعني بصراحه هم بيتعاملوا معانا كاننا اولادهم، كاننا اصحاب قبل ما يبقى مدرب ولاعيب. فالموضوع احنا بنتكلم معاهم براحتنا، هم بيتكلموا معانا يعني برضو براحتهم، فالموضوع بيبقى اسهل. بس احنا يعني السنه دي كان تعب عشان بقول لحاجة زي الاثنين لعيبه، فاحنا اخذنا وقت كتير اعداد واتمرنا كتير، والبطوله نفسها يعني كانت صعبه طويلة. من اول المجموعات طويله، ودورتين المجموعتين بتبقى برده صعبه يعني. طب قول لي انت ماتش انبي الاولاني كسبته، كسبت رقم واحد، لكن انا بتكلم على الماتش الاولاني مهم طبعا بنسبه كبيره، ماتشين مهمين، بس كان الماتش الثاني حسمنا الدوري ومجموعه من اللاعبين الرجاله لعبوا المباراه الثانيه. المباراه الاولانيه انت لعبت هناك احمد عادل تقريبا البطل هناك نمره واحد وكسبته، كلمنا عن الماتش ده. هو الماتش يعني مع كابتن احمد الماتش ما مشيش زي ما انا كنت عايز خالص. الماتش بدا هو كسب اول جيم، انا ما كنتش عارف العب، هو لعبه كان صعب في الاول ان انا اتاقلم معاه، فاخذت وقت شويه عشان اعرف اجيب لعبي. بعد كده جبت تاني جيم بقى 1-1 في النتيجه، بعد كده هو كسب الجيم التاني بقى 2-1 ليه و6-1 ليه، ففاضل 5 نقط وهو يكسب، فانا بدات ان انا العب واحده واحده والعب براحتي. الجيم الرابع 6-1 6-1 ليه، فانا قدرت ان انا اكسب الجيم ده بعد عذاب طبعا. يعني هو انا بطل كبير قاعد بقى ان هو انا ما بشجعش نفسي خالص، بحاول مركز واحاول يعني بمعنى اصح بنقول ان انا نايمه شويه. انت خلص كام الجيم ده؟ خلص 11-9. يا خبر ابيض. يعني انت هو جاب 3 نقط وانت جبت 10 نقط. 10 نقط. ده الماتش ده كان رائع، كان صعب قوي الصراحه بالنسبه لي. واخر جيم كنت انت لا بينك وبين احمد عادل قد ايه الاول سن؟ هو ما شاء الله عنده 38 سنه وانا عندي 24 سنه. ما شاء الله، انا بس بحب اقول كده ليه، يعني انت ما شاء الله باذن الله المستقبل ليك باذن الله ان شاء الله ربنا. طيب والجيم الخامس بقى؟ الجيم الخامس انا بداته كويس جدا، بدات 5-2، واحنا لما في الجيم الخامس لما بنوصل لخمسه بنغير الملعب. غيرنا الملعب، فهو خد تايم اوت، رجعنا 5-4 6-4 بعد كده 6-0، فضلنا ماشيين نقطة نقطة لحد 9-0، بعد كده 10-9 ليه، بعد كده 10-0، فبدأنا بقى ديوس. أنا فرقت أول واحدة، بعد كده هو جابني، بعد كده أنا كسبت 13-11. كان ماتش صعب ده قوي، من يعني من أحلى الماتشات اللي أنا لعبتها. قولي والجهاز الفني كان بيعمل إيه بره بقى كابتن أشرف؟ أنا يعني أنا كنت بحاول أتلاشى إن أنا أبص عليهم، أكيد كانوا متوترين طبعًا طبعًا طبعًا، لأن الماتش كان صعب يعني. بس أنت يعني تجربة كابتن أشرف حط ثقته فيك وأنت ما خذلتوش عمر الحقيقة. الحمد لله بأمانة. الحمد وأكيد لله. وأكيد مش هتخذل حتى منتخب مصر. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن أجي طبعًا لكابتن علي، أنت كنت راجع من بطولة ساحل العاج. بطولة أفريقيا تحت 21 سنة. أنت لعبت ماتش إيه بالأولاني وكسبت الحمد لله. الحمد لله.
وكلمنا عن الموسم ده. خلي بالك انت صغير ما شاء الله 21 سنه وجهاز فني حاطط عليك، اصغر واحد في الفرقه محمل عليك جامد وبتاع، بس انت قدها. كلمنا عن الموسم برضه يعني عمر، عاجبني ضحكته دايما ما شاء الله دايما ابدا. لا عمر يعني عارف نفس اللي عمر قاله، مش هزود على اي حاجه. فعلا الموسم ده صعب، احنا خسرانين عمر عصر، خسرانين محمد البالي، مش هنعرف يعني. موسم صعب، ونفس الفرقه اللي هي المنافسه مثلا ام بي او اي فرقه تانية، بالذات ام بي فيها اثنين من جوه اول اربعه على مصر، فالموسم صعب لازم نشتغل شويه. تاني حاجه بالنسبه لي انا ده يعتبر اصعب موسم ليا، وضغط كبير جدا. انا فعلا يعني ممكن يكون اكتر فتره ضغطت فيها من اول الموسم، يعني من زي النهارده السنه اللي فاتت لحد دلوقتي. الحمد لله دلوقتي ريح، فمضغوط جدا، وكان عليا ضغط مش ناحيه 21 بس، لا ان انا برده في الرجال الحمد لله يعتبر دلوقتي حاطط رجلي في منتخب ان شاء الله، بس ربنا يسهل. انا دلوقتي الحمد لله في منتخب الرجال يعني، وان شاء الله في ال 21 انا خلصت يعتبر، لسه لغايه شهر 12 اللي جاي بس يعني، بس يعتبر ان شاء الله يعني منتخب مصر رجال. انت عمر ما شاء الله بادئين بدايه كويسه، هو عمر برضو يعني انتوا مستقبل النادي. هو عمر يعني حظه كان وحش شويه الموسم ده، اول بطولتين كان مصاب، ما هو ثلاث بطولات كان مصاب بطولتين. انا كان ظهري هي المشكله كلها في الظهر، كان عندي الغضروف، غضروف صغير فاخدت وقت. علاج طبيعي؟ اخدت عمليه او حاجه؟ لا لا علاج طبيعي في الميه، كلها بتروح بالعلاج الطبيعي. بس هو دكتور، بس هو دكتور اسنان. انت في طب؟ دكتور اسنان. دكتور اسنان. بس خلص ممكن تعالج الظهر مش مشكله، عادي عالج اي حاجه. بس بعد كده حضرتك يعني كان عندي ضغط يعني مخصوص لبطوله افريقيا 21 دي. انت جيت من ساحل العاج مصاب وتحملت على نفسك ولعبت ماتش بالاخير، كلمني عنها. اقول لحضرتك حاجه بس، بطوله افريقيا هي فعلا ليها ضغط خاص، لان انا كنت عايز ابقى يعني خدت بطوله افريقيا 21 عشان واخد 18 و15 دي يعني، ما حد يعني ما اعرفش حد يعني، ما اعتقدش في حد او اتنين مثلا في مصر او في افريقيا كلهم عملها دي. انا الحمد لله كنت عايز دي، مركز عليها. تاني حاجه وافريقيا انا كنت مصاب فيها يعني، انا في وسط الماتشات كنت مصاب، وكنت بعمل عليها جلسات وانا هناك مع دكتور العلاج الطبيعي هناك لا مش كان من بلد تاني، من الجزائر. ساعدتني يعني في الحته دي، قبل كل ماتش جلسه واحاول ازك واللعب وكده، والحمد لله ربنا وفق بالظبط كده. رجعت ريحت يومين وعلى طول هنبدا البطوله، كل يوم ماتش الحمد لله يعني. الماتشات مش زي اخر ماتش يعني، اخر ماتش لعبت مين في الفاينل؟ في الفاينل لعبت اسلام سنبل، انا كنت كسبانه في الدوره الاولى الحمد لله 3-0. الماتش برده كان رايح من ناحيتي 2-0، وبعد كده انا يعني اكيد بينج يعني برضو يعني غلطت في حاجات، بس الاصابه فعلا مؤثره على لعبي من الاول الماتش. انت لعيب راجل يعني مش محتاج تقول، وبعتمد على حاجات معينه في اللعب دي مؤثره عليا في الاصابه. بعد كده جابني 2-2 الجيم الخامس، ربنا كان موفقني لغايه 9-6 ليا بنتين واكسب الماتش، ربنا وفقني الحمد لله. والماتش الثاني برضو نفس الكلام 2-1 ليا وربنا ما وفقش يعني. الماتشين كانوا بتوعي حتى وانا دايس على نفسي في حته الاصابه، حتى بين الماتشين بقول للكابتن محمد يعني حط بينج اي حاجه، لانها فعلا كان الموضوع صعب. انا عمري ما اتصبت الحمد لله، بس دي اول مره يعني. وخلي بالك ما عندكش وقت تريح يعني، مفيش ما لازم لازم العب يعني. انا قلت لك يعني كابتن اشرف صبح يومها طلب مني، قال انت جاهز انك تلعب فوق؟ هو كان عايزني العب ماتشين فوق، ماتش اسلام ده يعني انا لعبته حلو في الدوره الاولى، والماتش الثاني كابتن احمد علي انا الحمد لله بلعب معاه حلو يعني، كسبان اكتر من مره. فقلت له لا انا جاهز يعني، ما قلتلوش على موضوع الاصابه ده، بس كان باين وانا بلعب وباين وانا جاهز، بس الحمد لله ربنا وفقني. الحمد لله والف مبروك، وخليه بالكم انتوا مستقبل يعني علي أكيد. وعمر وشادي ومحمود، انتوا مستقبل النادي الاهلي، مستقبل مصر كلها، وانتم منورين النهارده، والف مليون مبروك. حضرتك دايما كل خير. ربنا كابتن محمد طبعا صبري جديد، مدرب 21 سنه، ويمكن انت كمدير فني او مدرب فتره يعني، او عمر او زي ما بيقولوا سن او فريق مهم اكيد. احنا عندنا اثنين لعيبه خرجوا من النادي للاحتراف ويعني الانتقالات، وفي نفس الوقت انت اللعيبه بتاعتك هم اللي هيمثلوا بقى السنتين ثلاثه اللي جايين. بتعمل ايه يا كابتن؟ دخلت السنه دي بفكر جديد شكله ايه؟ والله يا كابتن هيثم عايز اوضح حضرتك حاجه. نظام الدوري بتلعب بثلاثه لعيبه رجال، واحد لعيب 21 سنه تمام، ده السكور فعلا. عارف تمام. في السنه دي الحمد لله يعني فعلا زي ما الكابتن اشرف فتحي قال لحضرتك، الدوري كان صعب جدا، ان انت بتلعب افضل اثنين في منتخب مصر مش موجودين معاك، ومعاك كابتن الفرقه سيد لاشين، ومعاك بقيه الفرقه كلها سن 22 سنه، عمر بدير وعلي. كان تحدي كبير. فتحدي كبير في الوقت ان انت كنت بتنزل الموسم اللي فات مثلا 60% ليك 40% للانديه الثانيه. فايه بيشترط افضل اثنين لعيبه؟ لعيب كان بتاعك انت اللي هو احمد نديم واحمد علي صالح، فكان فعلا كانت يعني 50-50.
صحيح. لكن قلنا نقفل على نفسنا واشتغلنا فعلا. علي كان السنه دي كان اللي فيه مؤشرات في بطوله الجمهوريه رجال، كسبان احمد علي صالح مرتين ما شاء الله السنه دي. هو على مستوى الايفنت بتاعه 21 سنه ترتيب عام اول، يعني السنه دي كل بطولات 21 سنه هو اول، وحتى كان هو افريقيا ما شاء الله بطوله بالظبط 15 الاول في يعني هو وصل فاينل كمان، كان معاه زميلنا يعني معاه زميله برده محمود اشرف حلمي من النادي الاهلي، كان الفاينل كان من النادي الاهلي 21 بالظبط افريقيا. فالحمد لله عمر وشادي ومحمود وعلي بروحهم، لان انا كنت في يوم الايام مدرب بعمر تحت 12 ب اول. والله فعلا اول ما تصعدت المدارس بالظبط كده. انا فاكر بالظبط كده. فطبعا بس عمر لعيب نفساني الحقيقه، اكيد لعيب اكيد انا بعايزه جدا والله، كنت لازم عنده كتير يعني عايز عارف هو عنده ملكه كده لما تخش له من ناحيتها تاخد منه كتير قوي 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 قوي. وانا الحقيقه شايف في عينينه علي وشادي ومحمود، شايف مستقبل ان شاء الله مبهر نبيل. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. فبالتعب قدرنا ربنا كريم نخلص الدوره المجمعه. طب اكبر تحدي كان ايه السنه دي ليك يا كابتن؟ هو ان انا كان يعني عايز ان انا ما اغازلش الكابتن اشرف فتحي بصراحه. طبعا يعني انا كنت في اليمن ورجعت معاه في الجهاز، كنت ماسك منتخب اليمن، رجعت معاه حاطين 21 سنه، انا كنت متفرغ، كنت انا كابتن اشرف صبحي، كنا بنيجي صبح وبعد الظهر طول السنه، ما فيش حاجه اسمها مدرب فرقه 21 سنه، كان فرقه 21 مره مع رجال صحيح. فكنا بنشتغل، قدرنا ربنا يكرمنا وقفلنا نفسنا، فبالتالي بالمجهود وبالروح بتاعت النادي الاهلي قدرنا ان احنا تحدي صعب برضه اكيد 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 اكيد، بس الحمد لله رب العالمين كل تعب ربنا خلي بالك انتوا كان صعب السنه دي اكيد، السنه الجايه هيبقى اسهل لان ان شاء الله الابطال دول هيبقوا احسن. خلاص بقى تمرسوا وركبوا خلاص. حتى كابتن هيثم يعني انت في الدوره المجمعه الثانيه انت وصلت اخر يعني قبل الفاينل، انت الزمالك خسر 3 ماتش وين بخسر ماتشين، فانت خلاص بقيت ايه خلاص بطل الدوري. فكابتن اشرف صراحه خد قرار قال لك احنا نريح كل الاساسيين ونلعب بالناس اللي ما لعبتش. صحيح كسبنا شادي وعلي، فعلا علي لولا اصابته من ساعه العاج كنا كسبنا ايه تاني. صحيح فالحمد لله رب العالمين يعني لا وتحامل على نفسه واحد تاني معلش كان راجع من المنتخب وماتش تحصيل حاصل عليه. والله كابتن ياسر كان بيمتحن بيمتحن انا ظهره مش مظبوط وباجي يعني يبقى بصر اخد الدورات المجمعه اذاكر اصلا بيمتحن كليه يعني لا لا ايه كليه ايه كليه طب اسنان طب اسنان صحيح قلت طب اسنان عمر اتخرج اشتغل كان دخلت على طول في الشغل على طول شغل وخطوبه وكله تمام ده الله ينور بقى لسه خاطب قبل الدوري فالنفسيه مفتوحه شويه على طب وهندسه وشغل ده احنا ان شاء الله يعني ما شاء الله على فريق. بس قولي يعني السنه الجايه عندنا فتره توقف دلوقتي يا كابتن هتعمل ايه مع لعيبتك؟ لا هنبتدي فتره اعداد ان شاء الله زي كل موسم على فكره يعني ابتداء الصيف كله بناخده الصبح وعلى الدور طبعا بنشتغل ثلاث فترات مثلا ما شاء الله دول اللي بيمشونا يا كابتن هيثم طول السنه بيقفونا على رجلينا صح طول السنه. وبعدين لما الدراسه بتخش برضه سواء جامعه او شغل بنيجي كل يوم صحيح. يعني حتى لو سالت عمر احنا في ايام اتمرنا مش هيوصلوا مستوى لازم نتمرن ايام جمعه والله في اثناء الدوري الجمعه كنا بنيجي مدينه نصر نتمرن وكان عندنا ماتش بالليل. فاللي تعود النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها اجازه فيه مش شغال فيه صحيح الحمد لله رب العالمين الحمد لله ومبروك يا كابتن ودايما الله يبارك فيك يا كابتن هيثم الله يخليك. خلينا نروح طبعا دكتور محمد احسان طبعا خطف الاحمال لو سمحت انت يا كابتن يعني عذاب اليم معاك والله احنا بنجتهد دايما تعودنا في النادي الاهلي ان احنا دايما على المصابره وعلى الاجتهاد ونطلع احسن حاجه عندنا لان احنا من ابناء النادي الاهلي يعني انت ماسك الناشئين وماسك الدرجه الاولى والالعاب الفرديه بيبقى صعب لان كل لعيب بيبقى عنده مشاكل في حاجات معينه بتعمل ايه؟ والله بص حضرتك انا شرفني ان انا كنت من ابطال النادي الاهلي في العاب القوى كنت بطل مصر في رمي القرص وحاسس باللعبه الفرديه كويس قوي فده فادني الى جانب طبعا الدراسه انا خلصت دكتوراه في التربيه الرياضيه ومرنت لعيبه ابطال زي دول طبعا انا كنت شغال قبل كده في العاب المضرب سنين طويله بقيت 18 سنه تقريبا شغال مع الاسكواش والتنس وادي تنس الطاوله ما شاء الله ودلوقتي الحمد لله يعني انت عارف معاناه الالعاب عارف الالعاب الفرديه بالذات وخصوصا العاب المضرب لان عارف الشغل الخاص بتاعها والتحركات بتاع الملعب سواء رد الفعل والحاجات الحركيه بتاعتهم. طب انت عامل فايل لكل لعيبه يا كابتن يعني كل لعيبه عامل له ملف عارف لا والله انا عندي دايما بحاول دايما بملاحظه ان طبعا عندهم ماتشات طول السنه فبنقدرش نعمل الموضوع ده الا لما نعمل فتره اعداد تانية جديده تمام. فهو المفروض ده اللي هعمله الفتره اللي جايه لان طبعا الموسمين ورا بعض ضغط فمش لاقي لعيبه تحديد يا دوبك بشتغل بس طبعا ما بيكون حد عنده حمل زايد او بيبقى فيه مثلا بادئ اصابه علي كان انا قبل البطوله كنا مجهزين شنطه الادوات الاسعافات الاوليه عشان لو في اي طارئ يحصل وانا كمان بشتغل كمان في المساج كان معايا كورسات الحاجات ديت فبقدر اعمله جوه التمرين او في الماتشات انا ببقى تحت امر اللعيبه بتاعتي لان احنا مكملين لبعض. الميزه ان انا جيت مع جهاز حقيقي كلنا اسره واحده ما حسيتش ان انا غريب ولا في مطالب فرديه ولا شخصيه لكل الجهاز كلنا فعلا بجد روح واحده مع بعض دي ميزه مش موجوده في اجهزه كتير. يمكن السنه دي برضو زي ما كنا بنتكلم مع كابتن محمد كان عندكم تحدي كبير ان في لعيبه اسامي كبيره مش موجوده مع الفريق وكان الاعتماد على الابطال الصغيرين 21 سنه 22 سنه
وكان لازم بدنيا يستحملوا المشوار الطويل ده. والله بص حضرتك الاهلي ما بيقفش على لعيب دايما تمام. دايما الاهلي ولا في لعيبه بتطلع من صحيح. تحت لفوق عمره ما وقف على لعيب صحيح. ولكن هم فعلا لعيبه رجاله بيشتغلوا كويس. ثانيا يعني الحاجات اللي بتبقى ناقصه في الشغل بنحاول نعملها على قد ما نقدر. طبعا الكباتن بتوع التنس طاوله طبعا يعني متبهدلين معاهم صبح وبالليل فعاملين شغله. اللعيبه اللي بيجي من شغله بيجي جامعته فهم عاملين يعني يستحملوا معاناه كتير قوي وربنا بيوفق وبيكرم. لان طبعا كان قدامنا انديه كلها جاهزه يعني نادي الزمالك ده مثلا كان جاهز بطريقه جايبين لعيبه وفي منافسه شديده جدا وامبي ولعيبه اكثر خبره واكبر سنا فطبعا ان اللعيبه في السن الصغير ده كابتن عمر كابتن اللعيبه بتوفر لهم سبلمنتالز الحاجات دي لا لسه ما دخلوش هم بيشتغلوا فيتامينز بس ولو بياخدوا حاجه قبل ما بيسافروا بيسالوا الدكتور اللي ماسك المنتخب عشان ما يبقاش في حاجه في الدوبنج وكده بس في العاب بتلجا شويه يعني مش مكمل السبلمنت الامينو او الكرياتين او حاجات زي كده لا انا بنصح بص حضرتك انا بنصح بالحاجات الطبيعيه عامه ولو او مالتي فيتامينز بس كفايه دي مرحله ثانيه لو هم هيبتدوا يعني يتعامل الموضوع ده لان الاحمال بتبقى عاليه احنا المفروض الفتره اللي جايه يعني انا اتكلمت مع الكباتن ان انا نحاول نعمل فتره اعداد كويسه عشان ما نبقاش مزنوقين. عندك وقت اهو لعيب كبير يسافر لعيب مش موجود الموجودين جاهزين عندك وقت خلاص مفيش اشتراكات احنا دايما تحت امر النادي الاهلي احنا احنا ده ولاد النادي يعني كده طب وانت الاعداد هتعمله في مدينه نصر ولا في الجزيره كده؟ لا احنا دايما تمريننا كله في اهل مدينه نصر. طب الاعداد ممكن يبقى بدني ممكن احنا محتاجين بس توفير جيم للفريق احنا طبعا ما نقدرش نضغط على اداره النادي عشان عندهم حاجات كتير طبعا اكيد بس احنا اللي بنقدر عليه بنعمله حقيقي اي حاجه بنقدر نوفر ايه. طب انا كابتن انا اقترح ممكن جيم يعني لو الجيم مش قادر تعمل تايم تظبط الاوقات بتاعتك مع الجيم ممكن تستعين بجيم خارجي يعني النادي الاهلي دايما عنده حلول والله طبعا كابتن اشرف فتاح هو المدير طبعا انا بقترح هو التوب بتاع الجهاز وممكن هو يعني دي حاجه اداريه خاصه بيهم انما الجزء الفني اللي يخصني انا اقدر اشتغل اي جيم مفيش مشكله أكيد. انما هم انا الحمد لله يعني بقالي سنين بمرن فهم عايزين يشتغلوا فعلا حقيقه واللي عاجبني ان انت عايش مع اللعيبه حالتهم يعني بتقول انا بجهز الشنطه بتاعت ايوه لان يعني وجهز له اي احنا النادي الاهلي احنا النادي الاهلي احنا ما بنبصش للفرد احنا كلنا اسره واحده انا لما دخلت معاهم يعني يمكن هم عارفين في حاجات طبعا في التمرين ناس بتمشي ناس مش عارف ايه بس احنا في الاول اخر احنا ولاد النادي الاهلي يهمنا النادي ده يبقى واقف على رجليه ويبقى كويس وربنا يوفقنا عايزين يعني اكتر من كده كمان النادي ده متعود على البطولات واحنا لازم نعمل ان شاء الله أكيد ربنا يوفقنا يعني وبنيه صادقه يعني وبنيه صادقه حقيقه يعني الطاقه اللي بتتكلم بيها دي مديانا الحقيقه فخر بيكم بامانه يا كابتن والله والله احنا محمد تعب معانا جامد يعني بصراحه طبعا يعني كل المدربين يعني تعبوا معانا جدا كابتن محمد تعب معانا اكتر منهم عشان هو قال لحضرتك فعلا احنا كلاعيبه برضو صغيرين في ناس بتحب تمشي ناس ما بتحب تروح مثلا انا بيبقى عندي شغل ببقى عايز شغلنا فانا عايزين نادي يكسب فعلا عايزين نادي يكسب فعلا حقيقي لان العامل النفسي احنا كنا بنشجع في المدرج جان هيستري تشجيع عشان عايزين نكسب فعلا أكيد. احنا النادي الاهلي لازم نكسب بصرف النظر عن اي حاجات خاصه او اي حاجه احنا فعلا عايزين نكسب وانتوا قدها وقدود يا كابتن والحقيقه انا سعيد بيكم جدا ونورتوني شرف الشرف لينا النادي الفوز ده المجلس الاداره برضو بنشكر كابتن محمود خطيب ربنا يكمل شفاه على خير يعني وربنا ينجح النادي الاهلي على طول يعني ان شاء الله دكتور محمد احسان طبعا مخطط الاحمال شرفنا بحضرتك شرفتيني شرفنا بجزيلا ليك شرفنا بحضرتك يمكن طبعا علي غريب كابتن علي غريب نجم الفريق علي غلاب انا علي غلاب انا اسف دايما رابطه معايا علي غريب علي غلاب طبعا انا اسف كابتن علي طبعا كبير معروف انا بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني طبعا كابتن محمد صبري مدرب الفريق بشكرك شرف ليا الله يخليك كابتن طبعا عمر بدير نورتيني وشرفتيني والف مليون مبروك ودايما دايما يا رب ضيوفي ان شاء الله نتقابل بقى بعد الانديه العربيه ان شاء الله باذن الله طبعا ان شاء الله يا كابتن هيثم هنعمل فتره اعداد كويسه بس بعد بطوله القاهره باذن الله ان شاء الله عندنا بطوله القاهره كابتن صبري يمكن يعني نسي اقول لك الشهر الجاي الشهر الجاي ده وديلك احنا يعني ان شاء الله من بكره راجعين التمرين وهنعمل بقى بعديها فتره اعداد ان شاء الله يعني نيجي نحتفل بالبطوله العربيه ان شاء الله نتابعكم باذن الرحمن اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير واستقبل بقى طبعا فريق تنس الطاولة للسيدات وإنجاز كبير برضو بطولة الدوري العام فاصل قصير وأرجع لحضراتكم.